معايا على التليفون الاستاذ اكرم القصاص الكاتب الصحفي ورئيس تحرير ورئيس مجلس اداره اليوم السابع. استاذ اكرم مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. استاذ اكرم، قراءتك لما جاء على لسان الرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومغزى التوقيت في هذا الوقت الراهن بالذات؟ هو الحقيقه تحرك مهم قوي من الحكومه، هو كان النهارده وامبارح كمان الحقيقه، لانه برضه امبارح كان في مؤتمر بيتكلم فيه على فكره الاسعار والاحتكارات، وانه اقتصاد سوق موجود طبعا والحكومه ما بتتدخلش في التصحيح، لكن في اشترط، في غرف تجاريه، في اليات، في سعر عادل، في ازاي ان انا ممكن سلعه، ودي الحقيقه ناس كثيره طلبت بيها، واعتقد انت كمان اثرتها وناس كثيره اثروها، انه ازاي مثلا طن الشاي يزيد 600 جنيه وربع والكيلو يزيد 4 جنيه 40 جنيه، يعني ما ينفعش. فطبعا مثل هذا للاسف الخط انقطع مع الاستاذ اكرم القصاص، لكن ارجو انه الزملاء يعيدوا الاتصال بي. لكن يعني يمكن كان الاستاذ اكرم بيتكلم عن التوقيت ومغزى التوقيت، لانه طبعا في اشاعات كتير بتنتشر لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان مطلوبا ان يخرج رئيس الوزراء او حتى الوزراء المعنيين بتلك القضايا مثار الجدل او محل الاشاعات لكي يوضحوا الصوره للمواطن، ويمكن فعلا ما يتعلق بالسلع الاستراتيجيه يمكن دي رساله طمأنه من الحكومه ومن رئيس الوزراء شخصيا. رجع لي مره اخرى الاستاذ اكرم القصاص، اتفضل يا استاذ. بقول بنقول انه من سلطات الحكومه وسلطات الدوله ان هي في الاوقات الطارئه المفترض يبقى في تحديد سياقات عامه لعداله الاسعار، يعني اذا سلعه صحيح في ازمه عالميه وفي تضخم، اذا سلعه ارتفعت بنسبه معينه مفترض يبقى في سعر عادل بهامش ربح وكل شيء، ولكن ما يبقاش مبالغ فيه. يعني فعلا الناس ضربت امثله بانه اذا 1000 كيلو شاي بيزيدوا 600 جنيه، ازاي انا ارفع الكيلو الواحد 40 جنيه؟ ده كتير جدا. فاحنا او 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 غيره. نفس الشيء في الرز، واللي هو القرار النهارده اللي الحكومه قالوا انه قرار وزير التموين بتسعير الرز بطريقه معينه بين 15 و18 جنيه، وده بالمناسبه سعر عادل، لانه اذا كان بيطلع من الفلاح ب 8 جنيه او ب 10 جنيه وحتى مع النقل وغيره يبقى في نسبه. ففي منطق مفترض كمان انه مع الحكومه الحقيقه الغرف التجاريه والروابط التجاريه تلتزم بده، احنا في وقت طوارئ، واعتقد انه اقتصاديات السوق في العالم كله في اوقات الطوارئ بتنكسر هذه الامور لصالح المجتمع ولصالح الدوله. والحقيقه انه احنا ما حدش بينكر ان في ازمه عالميه وفي ازمه تضخم، لكن الحقيقه في بعض الاسعار غير منطقيه. فكره عدم تعليق السعر ده برضه في جزء اخفاء وعدم شفافيه، وده بالمناسبه من سنوات طويله وهو محدد وله عقوبات. فكره الاحتكارات، واذا كان بعض الشركات بتحتكر سلعه استراتيجيه زي الرز او العيش او القمح، احنا قبل كده كان في مبالغه في اسعار العيش والثمن، حسب التكلفه الفعليه بهامش ربح كل شيء بتصل لدرجه معينه، مش معقول ان انا يبقى تكلفته بالتكلفه الفعليه مثلا جنيه ونص وانا بيعه ب3 جنيه، يعني ده يبقى مش منطق الحقيقه. والحقيقه ان دي اليات طبيعيه جدا موجوده في كل دول العالم، ويمكن الناس اللي بتسافر بره دايما بيضربوا مثل بانه اما الاسعار بتترفع بتفضل السلع القديمه لحد انتهائها وبعد كده يرفع. احنا مجرد ما بنتكلم على رفع سعر قبل ما تيجي شحنات جديده من بره بيتم رفع السعر ومضاعفته لاشياء، بينما الموضوع بتبقى الشحنه محتاجه 3 شهور على ما تيجي. طب يا استاذ اكرم، يعني الاليات اللي اتكلم عنها الدكتور مصطفى مدبولي الان هل هي يعني تناسب العصر الحالي؟ يعني في بعض الناس هتقول لك الله هي الحكومه هترجع لنا التسعيره الجبريه مره تانية، يعني بعض التجار هيقولوا كده مثلا. هي التسعيره الجبريه ما بتتحطش الا في السلع الاستراتيجيه المحدده، يعني بمعنى انه الزيت او السكر او الرز او البتاع في سلطات موجوده بالمناسبه في القانون مع اقتصاد السوق. يعني هل اقتصاد السوق في الولايات المتحده او في اوروبا بيسمح لان كل واحد يبيع بمزاجه، ولا في سياق عام وجمعيات حمايه مستهلك؟ ما هو في حاجه اسمها السعر العادل، السعر العادل ده بيبقى ماشي، انا ضربت مثل بي اذا الشاي الطن زاد 600 جنيه، ازاي انا ازود الكيلو 10 او 20 او 30 جنيه؟ انا بتكلم في ارقام خرافيه. وبالتالي فهنا
لو احنا فاكرين ازمه السكر في التسعينيات، وكان دكتور احمد دويلي وزيرا للتمويل واستخدم سلطاته في انه يسحب هذا السكر من الشركات العامه وينزله في الاسواق وفي سيارات معينه. احنا ما بنتكلمش في كل السلع، احنا بنتكلم في وقت طوارئ. واظن اي حد فينا يتذكر في ازمه كورونا في الولايات المتحده وفي بريطانيا وفي المانيا وفي فرنسا تم اتخاذ اجراءات بانه للدوله السلطه في فرض بعض الاجراءات الاستثنائيه التي تتماشى مع حالات طوارئ. احنا بنتكلم في حروب، في طوارئ، في كذا. مفيش تغيير حقيقي في اقتصاد السوق، بالعكس لو في تغيير كنا هنحط اسعار محدده على كل سلعه. اللي حاصل في الفاكهه، في الخضار، في كل السلع عادي، في اللحوم، في كده. بس في حاجه اسمها السعر العادل، ده بقى جمعيات حمايه مستهلك، ده في جزء مجتمع وفي جزء الحكومه اللي لازم تتحرك. اذا النهارده الرز الدوله نفسها بتستلمه باسعار معينه وده معروف، وزاره التموين يعني، وبتشتريه باقتصاد سوق. اذا الحكومه نفسها او وزاره التموين بتشتريه ب 8 او ب 10 جنيه بيطلع من الفلاح، يبقى المستهلك والمزارع بيدفعه ثمن والوسيط هو اللي بيكسب. ما هو ده برضه منطق. اذا احنا اقتصاد سوق، مفيش حاجه اسمها اقتصاد سوق مطلق بالحريه المطلقه لكل واحد يعمل سعر زي ما هو عايز. لكن على فكره موجوده، مش اعاده عجله ولا تدخليات، لكن اولا في اوقات الطوارئ المجتمع كله بيطالب بده، لازم يبقى في جمعيات حمايه مستهلك، لازم يبقى في مجتمع مدني، لازم يبقى في اطراف مختلفه، الاعلام جزء من هذا الامر. صحيح. طبيعي احنا كلنا مستهلكين والناس بتشوف انه في منطق وفي غير منطق. انا مش هظلم التاجر او المستورد، لكن في المقابل انا مش عاوز برضو اظلم المجتمع، لانه يجب ان يضع في اعتباره انه هو جزء من هذا المجتمع. صحيح. فالحكومه هنا بتتصرف بناء على مطالبات الناس، مش بتدخل قسري، ولكن بتدخل اختياري مع تعليق السلعة. ده موجود في كل مكان في العالم، وعدم اتخاذه مخالفة، ده مش تدخل، ده بالعكس اقتصاد سوق. ويمكن يا أستاذ أكرم الوضع الراهن يحتاج أنه يخرج وزير التموين، يخرج رئيس الوزراء ويشرحوا للناس ما يجري. بالظبط. واحنا على فكره الحكومه عملت مؤتمر قبل كده، وفكره والرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد هذا الامر، ويقول دي ازمه عالميه ولازم الحكومه تطلع وتشرح والمسؤولين يوضحوا للناس. صحيح. ويشرح لهم ببساطه. والحكومه الحقيقه بتقدم. وبعدين احنا الازمه العالميه، احنا اي حد نظر على اوروبا، نظر على المانيا، على بريطانيا، المظاهرات، الناس في تضخم عالمي، في اسعار مختله، وفي حرب الحقيقه يجب ان تتوقف حتى تستقر الامور. لكن في هذا الامر بدون تهوين او تهويل في مشكله ومستمره لفتره وما لهاش افق، ده حرب عالميه موجوده بطريقه او باخرى. نعم. مؤثره على كل دول العالم في سلعها الاستراتيجيه وفي السلع المختلفه. لكن على الاقل في الاحتياجات الضروريه للناس، الدولة طبيعي جدا من دورها انها تتدخل لتطبيق القانون وتطبيق العدالة. احنا بنقول السعر العادل، بنقول انه هذه السلعة متوفرة وما فيش مرة حد بينزل ما بيلاقيش حاجة، بس في المقابل هذا المواطن بيدفع الثمن مضاعفة. اذا السعر 20% يبقى 20%، مش 100% او 200%، وده دور الدولة ودور الحكومة. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع.